أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا في الجزائر غالب المطاعم تستعمل اللحوم المستوردة من بلاد الكفار، وأحيانا نسألهم عنه هل هو محلي أو مستورد، فهل يجوز أكله إذا أجابوا بأنه محلي، علما بأن الذي يخبر بذلك قد لا يصلي؟ إذا سألتهم من باب الاستبراء للذمة فلا بأس، تسألهم من باب الاستبراء للذمة، وإذا أخبروك ووثقت من خبرهم فلا بأس، ولكن كونك تتجنبه أحسن بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. ضروري أكل اللحم، كل من الفاكهة، كل من الرز، كل من الخبز، كل من الأشياء اللي ما تحتاج، من السمك، الأشياء اللي ما تحتاج زكاة، من التمر، الخير كثير ولله الحمد، ما هو لازم تأكل لحم. نعم.